هلا بننتقل لمحطتنا التاليه، بننتقل من عالم السياسه للعالم الاجمل، هو عالم الطفل والطفوله، لكن دائما في صعوبات وتحديات بهي المرحله بتمر فيها كل ام. اكيد نور، وقبل ما نبلش يعني كنا عم نتابع بالاخبار امبارح كارثه انسانيه كانت بحلب، بدنا نقول الله يرحم طبعا ارواح الشهداء والله يعين الله يرحمهم كل العائلات اللي تضررت امبارح بطبعا الله يصبر اهليهم يا رب هالمبنى، وان شاء الله يا رب يكون في أمل بأنه يتم محاسبة الأشخاص اللي كانت وراء التسبب بمثل هاي الكارثة الإنسانية لكل يلي ظروف الاقتصادية أو بسعر رخيص كرمال يقدر يعيش، ما تكون بالنهاية هي نهاية حياته. الله يرحم الشهداء ويخفف عنهم. وهلأ رح نروح لمحطتنا التالية، رح نحكي عن الطفولة، وبنعرف أنه بأعمار صغيرة في مشكلة من المشاكل الخطيرة اللي ممكن يعاني منها الأطفال، وتكبر هاي المشكلة إذا ما تم معالجتها، واللي هي العناد. عناد الطفل بمرحلة ممكن يكون أكبر مشكلة بتعاني منها الأم، وخصوصا هلأ مع بداية دخول المدارس والحضانة. أكيد سلمى، كتير نحن بنحكي عن المشاكل اللي بتمر فيها الأم، وخاصة مرحلة العناد يمكن من أكثر المشاكل شيوعا عند الأطفال، لكن هيدا العناد مع بداية فينا نقول دخوله للمدرسة أو الروضة، قديش فعليا هذا العناد بيكون معه مستمر، قديش الروضة أو الكادر التدريسي بيلعب دور للتخلص من هي المشكلة ومساعدة الأم بنفس الوقت. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا اختصاصية تربية خاصة للطفل الأستاذة ريم سعد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم سعد اوقاتكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يا هلا. يعني العناد مشكله من المشاكل اللي بنسمع عنها كثير، خلينا نبلش ونقول شو منشا مشكله العناد، شو السبب اللي بيخلي هالطفل يتحول فجاه لطفل عنيد؟ تمام. ونشوف هذا الشيء صار موجود بتصرفاته كلها، مو بس بمنحة معين. اذا بنحكي على العند، فيعني من مشاهداتنا نحن العند ممكن يبين بالاشهر عند الاطفال. صحيح. وقت ماما بدها تيجي تطعميه او فهو ممكن بسكر تمه، بيرفض رفض تام لانه ما بكون مجرب الموضوع نهائيا. هون نحن بنبلش بنشوف انه هذا العند ممكن يكون وراثي. لانه احنا عندنا جانب من العند هو مورث، بيجي عن طريق الام، الاب، العيال. صح، بيقولوا عنيد مثل امه وعنيد مثل ابوه. تمام هيك. تمام، هي صفه، يعني هي صفه بشخصيته بتكون للطفل. في عنا من أهم كمان المشاكل أو الأشياء اللي بتسبب العناد، التربية اللي بتكون يوم إيه ويوم لا على نفس الموقف. يعني التربية المتذبذبة، يعني كل يوم برأي أنا مع الولد، اليوم مسموح تأخذ هاي الورقة بكرة لا. فالولد عنده طاقة، فما عنده مشكلة إذا أنت قلتي له بكرة لا على نفس القصة اللي قلتي عليها مبارح إيه، يضل يجادل ويبكي. وكثير بيعانوا الاهل من شغله انه بزت حاله على الارض فبيخجلهم، فبيضطروا يعطوا اللي بدهم اياه ومشان يقوم. السلطه والتربيه هي مفتاح، لانه انا خفف يعني جزء كثير كبير من العند، خفف 50% منه. كيف انا بقدر ربي؟ بس طبعا يعني انا ما فيني اول، يعني الامهات اكيد في حنان في لطف، بنفس الوقت في ضغوطات واعباء. يعني ماما جاي تعبانه ما حتقعد تناقش ساعه مشان قصه بتقول لك يلا برتاح. نحن دائما مخاوفنا بتكون مشان المراحل الدراسيه اللي بعدين. خلينا نحكي عن هي الجزئيه تحديدا، واشرتي لنقطه كثير مهمه، يعني الطفل العنيد بتبين مؤشراته من البدايه، يعني في بعض المؤشرات اللي ممكن ما بتنتبه الى الام، وفي نقطه كثير مهمه مثلا الطفل اساسا بالبدايه ما بيعرف يعبر، فهو بيعبر بطريقه العناد، يعني بخانق بيعيط بهي الطريقه، فالام ما بتعرف تتعامل معه بشكل صحيح، وخصوصا هي المشاكل مع الطفل الاول بتلاقيها بكل العائلات. في بعض الاخطاء الشائعه اللي بتقوم فيها الام، خلينا نحكي عنها من البدايه، يعني اذا بدنا نبلش ما بدنا نحكي عموميات، بنبلش خطوه خطوه لكل ام. هلا مثلا عندها طفل وعم تقول يعني عم يستنزف طاقتها، نحن بنعرف انه في امهات بيقعدوا لساعات طويله بالعمل، ضغوطات ماديه معيشيه اقتصاديه، بالاخير اكيد قد ما عملتي كنترول على حالك ما فينا نلوم الام او نقول صح. السبب عليها يعني السبب منا بشكل كثير كبير. تماما. هلا في شغله بنحكي انا والامهات، انه نحن ببساطه حتى لو كان عمر الولد صغير، مجرد ما حسينا هو شوي عم يفهم علينا، عم يستوعب شو عم نحكي، نقعد نحن وياه ونعمل ورقه او كرتونه كبيره، وانا بحدد له شو هو المسمح له شو مو مسمح له، وشو اللي بنتناقش فيه انا وياه بوافق او لا. فوقت يجي ابني وكثره السؤال تبعيته انا بقول له لا نحن متفقين، وانا معلقه الورقه على الحيط روح شوفها.
انا بختصر كثير من الاخذ والعطاء تبع الولاد وانا مرهقه تعبانه. القصه الثانيه انه انا عندي مثلا العمر الصغير اذا بدي خليني اقول السنه والسنه ونص ثبات تعبيرات وشي برفض موضوع ما او اني مثلا اترك او اقول مو هلا بعدين نتناقش. بجوز الولد اللي ماما انه انا ما فهم ما اقول يفهم شو يعني نتناقش. طريقه تصرفي مع الكلمه فهو حيرتبط عنده شو معنى هذا الفعل اللي انا عملته. خسر عنده اساسا تماما شوي. انه اقول انا مثلا انا حاطه ببالي خلص بهذا الاسبوع هذا الشهر ابني من هي القصه فبدي اعمل 1 2 3 وراح اصبر. المدة هي بالتواتر تبعها والثبات تبعي أنا بقدر إن كتير خفف وأحياناً أخلص من مشكلة العناد عند الولد. المهم ثباتي. نقطة تانية كمان الولد الأول بيكون يعني مدلل مدلل بطريقة إنه ما في شيء بنقول له لا وما في شيء بنقول له إنه يتنبه أو ينحكى شيء معه عليه. فدائماً هذا الشيء بيعول الولد بحب الشخص الضعيف من اي ناحيه. يعني انا بلبي لي هذا الشخص انا اذا انا مسيطر على اهلي فما في مشكله اني انا اكون ثابت عند موقفي لحتى اروح هذا المشوار او اخذ هاي اللعبه. تمام. لانه معلش ما في غيره فبنعطي نوصل لمرحله هي بعدين بنحكي عنها يلي هي انا لازم تعملها وما بيقبل يعملها معي مثل الدرس او الواجبات تبعه. يعني انا كأم لازم اوعى انه ولدي الاول بس بدي اياه يطلع نموذج يعني شخصيته معتمد على نفسه بيناقش تفكيره سليم مو بيشتغل على الانفعال على الانفعالات وانا اخذ اللي بدي اياه من انفعالاتي. هي اذا كان العمر صغير ثباتي انا وبالاخص في عندنا مراحل المرض بهي العمر بيمرضوا كثير الاطفال والام بتلاحظ انه بعد المرض كثير اختلف الطفل معه لانه حبيبي بيكون مرضان فهو كثير ملبى وكثير انا دايره بالي عليه ومشان ياكل ممكن اعمل له اي شيء بده اياه ومشان تنزل حرارته ممكن اقدم له اي شيء. فالولد بيستسيغها بلاقيها شغله كثير حلوه وممتعه بضل مثبت. الام طبعا بسبب انه هي مرهقه او عندها ضغوطات فبتلبي. صحيح. بنيجي لمرحله الروضه. اذا بدنا نحكي عن مرحله الروضه وانا ابني بده يدخل على الروضه تعلقه بمام الروضه فيها قواعد فيها كل الاولاد مثل بعضها كل الاولاد بتاخذ حصص متساويه من الاهتمام ومن الانشطه ومن كل التفاصيل لانه هو فايت يتعلم مو يتعلم علم انا ما احنا ما عم نحكي قراءه وكتابه عم يتعلم مهارات حياه مهارات تعايش مع مجموعات. اذا ما الام ساعدت فالولد بيقضي حياه صعبه بالروضه لانه في اختلاف بالبيئتين بيت فدائما حيجي رافض للروضه ورافض للناس اللي عم تتعامل معه بعدين بصير يعني بيتك على اهله زياده بقصه البكي وبقصه العند وبقصه هاي المشاكل اللي بيعملها بالبيت. فممكن الام تحط المشكله بالروضه ما حبه وتنقل بس الحقيقه هي عم تنقل الطفل مع المشكله ما عم تعالج. فكل ما كانوا الاهل متعاونين كل ما كنا احنا خلصنا ابننا من هي المشكله وكسبناه نحن وهو كسب كثير تفاصيل بحياته لبعدين. طيب هون فكره التعاون اللي حضرتك عم تحكي عنها كثير من الاهل بيقولوا انه خلص اذا راح الروضه فهو رح يشيل عبء علينا والروضه حيصير في عليها مسؤوليه كثير كبيره وبيعتقدوا انه مجرد انا تركت الروضه هي تتعامل مع الطفل واذا هي روضه منيحه معناته عندها اليات وعندها مختصين خلص انا بريح راسي. تمام. شو اللي بتقصدي فيه بالتعاون مشان يلي عم بيشوفنا شو المفروض يكون نوعيه التنسيق اللي يكون موجوده بين الاهل والروضه بس انا اطمن عليه راح واجا وعمل وظايفه او اتفاعل ولا شو المقصود فيه؟ تماما. انا ببين مع الطفل العنيد طبعا وقت بيدخل على الروضه وشيء طبيعي. في نقطه كثير مهمه العناد بجزء معين يعني 30 40 50% لهذا العمر هو شيء طبيعي جدا لتكوين شخصيه الطفل. انا هذا ما عندي مشكله فيه لا بس في شيء بالعند اللي هو بيعاند بحاله. كيف يعني بيعاند بحاله؟ يعني ما بيحقق تطور ما بيحقق دمج اجتماعي ما بيحقق شيء لازم هو قاعد بمكان يحققه. نحن هون بنعمل اجتماع للعيلة وبنقول نحن عندنا نقاط 1 2 3 إذا هذا الطفل بيقضي بس وقت ما بيمشي الحال بده يكون في تعاون يعني نحن بدنا نشوف إنجازه. طبعا الإنجاز بيبين عند الأشخاص اللي متواجدين بالروضة شو الطفل محقق. نحن كتير طبعا بنساعد كتير ليش؟ لأنه بيكون في طولة بال الأشخاص اللي بيشتغلوا مع الأعمار الصغيرة بيكون عندهم بال طويل يعني بيعرفوا كيف يتعاملوا كيف يحكوا كيف يخفضوا التوتر تبع الولد نتيجة العند كثير تفاصيل. فبتلاقي الولد مرتاح
عرفان طبعا انا ان شاء الله بنتمنى تكون كل كوادر عندها هاي الميزات يعني، بس كثير بتخفف عنده هاي المشاكل، والام تلمسها، بس تلمسها الام رح تتعاون هتتعاون معنا، وحتكون طريقه كثير ظريفه بانه الطفل يتخلص من جزء كبير من المشكله هي. يمكن اشرتي لهي النقطه المهمه كثير، قديش الكادر بيكون متعاون ومرتاح ليكون في تعاون مثمر بين الاهل تماما والام، لانه بنشوف نماذج للاسف يعني بعض الكوادر بتلاقينا نحن اساسا مزروعه بمخنا وبالطفوله انه بعض الاساتذه او المدرسين كان فيهم قساوه. هلا لا، الموضوع مختلف مع التطور والتكنولوجيا، عم يكون لا في تعاون مثمر، في طولة بال، في نتائج مثمرة. هذا التعاون قديش مفيد ببناء شخصية الطفل، لأنه بنعرف الطفل بيكون أساساً طول الوقت مع أمه، بيروح على الروضة، عم نحكي نحن لا يقل عن 6-7 ساعات تمام. بالروضة، فنحن عم نحكي تقريباً عن نصف النهار. بيت تاني، بيت تاني فينا نقول صحيح. قديش بتأثر ببناء الشخصية، قديش فعلياً أنا بشوف هذا الشيء ملموس على شخصية طفلي. تماما مثل ما تفضلتي، الطفل وقت يرجع لعندي من الروضة إن كان تأثير سلبي فهو رح يبين، وإيجابي رح يبين معي. الإيجابي الأم حتقول أنا ابني متغير كتير، صحيح، عم يقول لي مثلا عم يسمع مني، لطيف، عم بيقول لو سمحت، عم بيقول شكرا، هاي التفاصيل كتير مهمة، صحيح. كيف نتعامل مع البيئة، نتعامل مع المكان، مع الممتلكات العامة، كيف عم يشتغل، أو كيف حتى جمل هو ما نسمعها كيف عم يرددها، صحيح تماما. كتير تفاصيل الروضة يلي بتعلمها كيف نتعامل، مثل ما حكيت أهم شيء الممتلكات العامة، يعني شارع وروضة وأي مكان نحن متواجد فيه، العنصر التخريبي ليه ما له ضرورة، التعامل اللطيف مع الأشخاص ومع الرفقات اللي معه كمان هذا شيء أساسي نحن. فهون كتير تفرق الأم الشخصية. في الأمهات أو حتى والآباء يعني بيفكروا إنه نحن إذا أدبنا الطفل أو كنا سلطة معه بتقولك لا أنا ما بحب كون عنيفة. نحن السلطة ما أنا عنف، نحن ما عم نقول ضرب، أكيد عم نحكي عن ضبط سلوك، نحن عم نحكي على سلطة، على حزم. مو أنا ما بكون للأسف، يعني الفكرة السائدة عند العيال انه انا كل ما كنت لطيف كنت ما كنت التربيه حديثه وكان ولدي افضل. الطفل بمرحله من المراحل وقت بيكون بده سند بيتجه للشخص الاقوى، صحيح. بالبيت يا ماما يا بابا، الشخص الاقوى يعني الحازم، يعني بيقدر يحل موقف. اما الشخص اللي بضل لطيف معه بيعطيه شو ما بده ما بيلجأ له. طيب هي كمان حاله بنلاقيها انه الناس بتقول انه نحن ربينا انه في حدا لطيف وفي حدا قوي بالبيت، ففي كتير مثلا بنشوف هي بنشوفها أكثر بهلا بالعائلات بهذا الوقت، وخلص الرجل هو خارج المنزل للشغل، والأم هي للتعتير والأولاد والخناق والعياط، هي لسواد الوش، والأب بيجي بعدين المساء بياخد بياض الوش تماما. قديه هذا الشيء صح؟ ليش ما يكون الاثنين عندهم جزء هيك بالتعامل وجزء هيك بالتعامل؟ نحن بنتمنى انه هذا الشيء يكون، بس هذا كثير نادر. انت بتشوفي يمكن دائما حتى بالاولاد بتلاقي الام هي الاكثر اهتمام ورعايه. فدائما الولد الاب بيقول معقول يعني اجي انا الساعه 8 لربي؟ اكيد لا، ما حيجي الساعه 8 خالص، الامور الساعه 8 بتكون يعني، بس تماما نحن بس نطلب ان تكون متعاون، وقت تكون في موقف الام اخذته او تصرفته مع الولد وهو بالفعل ما هو منيح، بس يكون يقول تمام. هاي بترجع للقواعد الاساسيه بالمنزل، يعني لما في حدا بيشد بيقول لك، في حدا بيرخي، وفي حدا بيقول لك لا الامور انا مسلمتها للسيده. يعني حتى لو الطفل بيرجع لبيه وبيقول لك لا الموضوع مش عندي، هي التعاون اللي يعني احنا عم نحكي عنه. لا وبيعترفوا هن موجود. يعني مره ونحن عم نصور مع الاستاذه ريم اجوا اهالي على، فكل الرجال اللي سالناهم باللقاءات ايه خلص يعني بده الايباد، بعطيه الايباد مشان يرتاح، بعطيه الموبايل، وبتكون الام من الصبح عم تشتغل تبع انه لا لك نص ساعه بس، لك ربع ساعه يعني بيروحوا عليها كلهم 10 دقائق يشوفني ما اعمل اللي بده اياه. لا اكيد صحيح. هي شو الفكره كمان، الامهات يعني بصير عندها رد فعل سلبي انه بتحس انه لا انا ما عاد يحبني مثل ما بيحب ابوه. طبعا انا بقول يعني قطعا هي المقوله خاطئه، لانه مثل ما قلنا الولد بحب السلطه وبحب يلي بيكون معه حازم بلطافه تمام. فالامهات بقول لهم يعني ما تقلقوا من هاي النقطه اساسا، في وقت حزم في وقت للهو للعب مع الام. بس اخر شيء يعني بحب احكي ضيف شغله صغيره انه الاب تواجده قليل، بس دائما خلي صورته بالبيت انه بنسال بابا، دائما المرجع
لبابا للشخص اللي هو مسؤول على العيلة حتى الولد تعلم التراتبية والسلطة. فهي بتكون كمان كتير مفيدة بتربيتهم للأطفال. بختام حديثنا شو أهم النصائح اللي بتحبوا توجهيها بالختام؟ والله بحب أقول إنه بس يعني أهم النصائح إنه الأهل دائما يستشيروا، يعني ما في مشكلة، أنا إذا حسيت في مشكلة حتى لو كانت عنب استشير، ما أنا مشكلة، والتعاون مع الشخص المسؤول بالروضة أو بالمدرسة عن هاي الأمور كتير بسمير لشخصية ابني أنا. أكيد بدنا نتشكرك أستاذة ريم سعد أختصاصية تربية خاصة أهلا وسهلا للطفل، دائما بسلط الضوء على نقاط هامة لأنه أساسا الظرف الاقتصادي والمعيشي صعب كتير على الأهالي، يعني يكون عندهم ضغوطات فعليا معيشية ونفسية. أقل شيء نقدر نقدم ولو معلومة مفيدة اليوم، شكرا كتير لك. أهلا وسهلا. يا هلا، شكرا لك ولوجودك معنا. أهلا وسهلا.